يا مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن حاجه جديده، عن مرطبات الشفايف. بصوا انا مش عارفه، انا عملت 3 فيديوهات، عملت فيديوهين باللوك ده اللي هو ده الفيديو التاني باللوك ده، وفي فيديو باللوك نفسه. ماشي، الفيديوهات دي ان شاء الله هتنزل ورا بعض. مش عارفه انهي فيهم هينزل الاول، بس هتكلم معاكم باستفاضة عن مرطبات الشفايف، وعن الحاجة الحلوة اللي في المرطبات ايه هي وهنستخدم ايه. تمام، انا حاليا معايا كوباية اهي فيها مرطبات الشفايف اللي انا بستخدمها. تمام، بصوا انا هجمع لكم الاول ايه مرطبات اماندا. عندي المرطبات دي من اماندا، شايفين ده المرطب بتاع اماندا. كان عندي مرطب تشاو بس مش لاقياه بصراحه، وانا مرطب تشاو ده تقيل شويه وما حبيتهوش. ماشي، ده بفيتامين سي، مكتوب عليه فيتامين اي، ومكتوب عليه ان هو ويز شيا باتر، يعني مع شيا، مع زبده شيا، ومعاه فيتامين د. المرطب ده بصوا من جوه شكله عامل ازاي. ماشي، المرطب ده حلو جدا، انا جايبه من اللي هو بالبطيخ، جايب منه 2 بس، التاني معايا في الشنطه لان انا باخده معايا وانا نازله كده. تمام، وجايبه من اللي هو اللولي بابس اللي هو ده، بحس ان انا عايزه اكله، والله ريحته تحفه، جميل، كمان احلى من اللي بالبطيخ، ودخل دماغي بطريقه مش طبيعيه. ده احلى واحد في اماندا، وبيدي شكل ولون وريحة بصوا مش طبيعي، بتحب تاكليه كده. ده اللي هو التاني الجديد. ماشي، وده خلصان، انا زعلانة جدا عشان هو خلص، عشان مش بلاقي المرطب ده في اي حتة، وحتى الصيدليات مش بتبيعه كتير. فهو ب10 جنيه كنت جايباه، بس انت ممكن تلاقيه مثلا بكام، تلاقيه ب15، تلاقيه ب20، على حسب السيلر هتشتري منه، او على حسب الصيدليه اللي بتبيع المرطبات. المرطب بيدي ترطيب حلو كده، وفي نفس الوقت بيدي شكل لون حلو. على فكره حتى لو انت مثلا المرطب نشف على شفايفك وشفايفك شربت المرطب، بتسيب هنت كده لون حلو كده، بتسيب لون حلو بينك كده حلو، بتخلي شبابك لونها وردي وحلوه، حتى لو مرطب اتعمل يعني مبقاش موجود، فاهمين؟ طبعا ايه، عندي بقى مرطبات بتاعت ماي واي، هنتكلم عن كل حاجه من الاحسن للاوحش. بس انا يعني هتكلم عن الاول، لا مش ماي واي، هتكلم الاول عن المرطب بتاع لابيل. مجبتش منه الا واحد. تمام، وبعدين كمان هو غالي قوي، ويعني الافكت بتاعه عادي، الافكت بتاعه في ساعتها وبعد كده خلاص، فاهمين قصدي؟ فاللي هو يعني انا ما روحش معلش اجيب اماندا، اجيب اللي هو لابيلو، اجيب منه بكام يعني، اجيبه حرام، فاهمين؟ حرام ان انا اجيبه ب50 جنيه، 55 جنيه، ليه؟ على حسب السيلر كمان، وفي صيدليات بتبيعه ب45. بصوا كده، بيبقى هو حلو وترطيبه حلو، ومن جوه بيبقى شكله عامل كده مكسور. ماشي، بيبقى ترطيبه حلو جدا جدا، بس تقيل، عامل شبه فازلين كده. وبيبقى يعني عارفين الفازلين اللي هو بتاعنا ده، اللي هو ايه، استنى هقوم اجيبه لكم واجي ورجعت لكم تاني. بصوا بقى، جبت الفازلين، اهو الفازلين ده كاتبين عليه لطيف لا يسبب الحساسيه، كبير جدا ده، وفي صغير اللي هو نصه، بس اللي هو كان الصغير ده كان ب45، شوفوا دلوقتي بقى ب50 ولا حاجه، وده الكبير شوفوا بقى ب100 جنيه دلوقتي، لان انا كنت جايباه برضو في الرخص شويه، كنت مخلصه منه كميه دي. طبعا الكميه دي بصوا مش باين قوي، تمام، بس انا كنت يعني بعمل منه حاجات الفازلين ده، وكنت يعني ايه بخترع حاجات كده مع نفسي.
فعايز اقول لكم ان هو حلو وبيرطب تحفه، وللشفايف تحفه جدا، للبشره للشفايف اللي بتشعر. بصوا بصوا هقول لكم على حاجه، بديل اللي هو اللابيلو الفازلين. عايزه تجيبي مرطب، انا بعمل ايه ماشي هقول لكم بعمل ايه. باخد المرطب مثلا، مرطب اللي هو بتاع اماندا ده، باخده وبحطه على شفايفي وبحط منه نقطه فازلين بسيطه، بيديني ترطيب حلو قوي وبترطيب عميق. دي تركيه كده للناس اللي شفايفها ايه ناشفه وكده، انت نامي بيه، او مثلا لو مش عايزه تنامي بيه وبتضايقي من حاجه تقيله على شفايفك، ممكن تقعدي بيه طول النهار و او بعد ما تتغدي تحطيه وتقعدي بيه بقى كده قبل ما تنامي تقومي مسحي، هتلاقي في هتسيبي كده اثاره كده، تبقى حاجه بسيطه ونامي نامي بيها، مش لازم تمسحيه بقى خالص، مش تمسحيه خالص، او شيلي طبقه خفيفه منه، شيلي الطبقه الاولانيه منه، سيبي الطبقه اللي هي ايه اللي بتبقى على السطح دي، تمام؟ فهيديكي ترطيب حلو جدا، هتصحي تلاقي شفايفك كده عارفين كده مترطبه كده. وطبعا ده يعني بديل قوي، بديل قوي لابل، عشان بدل ما تجيبي ان هو ده السخنون ده اللي هيقعد معاكي، السخنون ده هيقعد معاكي مثلا اسبوع اسبوعين، هاتي فازلين احلى. هو كده كده يعني مرطب في الاول والاخر، يعني هاتي فازلين وحطيه على شفايفك، تمام؟ بصوا بقى، جبت كنت جايبه ده فيه الورده ده، طبعا فاكرين يعني اللي كان طالع ترند وكده وكانوا بيقولوا ان هو حلو ومش عارف ايه، انا بقى جربته، بس والله رهيب تحفه، يعني مجرد ما تعملي كده، مجرد ما يعمل لك لون، فاهمين؟ بيدي لون بينك، هو شفاف كده بس بيدي لون بينك، حتى هو لو انتوا ملاحظين بتحطيه على شفايفك بيدي اللون اللي هو ده برضو في البتاعه نفسها، فاهمين قصدي؟ وهي الوردة جوه. وهنقفل. اسمه ايه بقى؟ اسمه ليب تك، ومكتوب عليه 3Q بيوتي، لو حابين تاخدوه سكرين. طبعا مش باين قوي، بس ما علينا، هو حلو جدا وبيرطب. كنت جايباه كان ب15 جنيه، كانوا عاملين عليه سيل فترة كده قبل ما الدنيا تغلى. المهم هنتكلم بقى عن المرطب بتاع تناكو. المرطب ده المرطب الاصلي، تمام؟ انا مبستخدموش كتير، قولي ليه؟ مكتوب عليه تناكو، قولي ليه؟ اللون البينج بتاعه ها خفيف قوي قوي قوي، عشان تحطي يبقى بينك بتعملي كده، عارفين كده تشتغلي كده، مش عارفه شفايفك اللي هو بتكحتي فيه عشان يخلص. فانا بستخدمه لما بكون محتاجه ان انا استخدمه، فاهمين قصدي؟ انا يعني انا مثلا قاعده في البيت وعايزه حاجه خفيفه كده، هو ده ماشي، لكن هو ما بيديش لون يعني اللي هو اللون الحلو بتاعنا ده. انت ممكن تحطي فيه ليب بال، يعني مثلا ده بتحطي منه نقطه بيخلي لك اللون بينك وشكله حلو وتحفه، شبابي ايه. المهم تمام، فانا هناخد كمان، هنعمل ايه كمان؟ عندي ده الليب بالم، دي الليب بالم ده بالخوخ، مكتوب عليه ده كان من ايه، من تناكو، بس ده التناكو مش الاصلي، يعني التقليد بتاعه. بسعر كام؟ كان ب25 جنيه، والتاني ده كان ب65 جنيه اول ما نزل كنت جايباه، تمام؟ وطبعا هتقولوا لي تنصحينا نجيب ايه مثلا، يعني الليب بالم تكون حلوه وبتقعد وقت كبير، هقول لكم اي ليب بالم من اللي هي بتتباع في المحلات الميك اب، ما تجيبوش اللي هي بتاعه تانيكو. كنت جايبه ده بالكريز، جبته مش حلو خالص وريحته مش حلوه. انا باجي بقى احطه بيدي لون احمر، انا مش بحب اللون الاحمر، انا بحب اللون البينك ماشي، بحب اللون البينك الغامق او البينك الفاتح، مش عارفه هو انا اصلا كل شويه طرحه تيجي على الرموش بتفكهالي، هي اصلا يعني انا مستخدمه صمغه رموش معفن اساسا. المهم يعني فبصوا الدرجه بتاعته، بصوا
بيدي احمر بس مش بيبقى ثابت، مش بيبقى ثابت، هو مجرد مرطب ومش حلو اساسا. فلو قابلتيه، ده تقليد تناكو معفن اساسا، لو قابلتي حاجه زي كده ما تجيبهاش. ده اللي هو ده بقى كنت جايبه كام، كنت جايبه ب15 جنيه. شوفوا الفرق بين ده وده، شايفين ده؟ بصوا حتى بصوا اتمسحت ازاي، بصوا دي بارده ازاي، اللي هو الاصلي شايفين بارده ازاي. كنت بحطه بس بحرقان. بصوا حتى انتم بتلاقوني يعني مش مستخدمه كتير قوي، انا بستخدم اللي هو ده مش بيخلص، بستخدم منه كتير مش بيخلص. حتى كمان انا معتمده الفتره دي على مرطبات اماندا اكتر من مرطبات دي اللي هي البنكات والحاجات دي. يعني مثلا لو انت عايزه تستخدمي، عايزه المرطبات اللي هي بالالوان وكده، خدي مرطب اي مرطب من المرطبات دي، بالذات المرطبات اللي هي بتدي قوه شويه. بس ده كان داخل دماغي بطريقه مش طبيعيه. ده حلو، ده احلى واحد فيهم عجبني. حتى الاصلي حلو مش وحش، بس انا شغال معايا لبوا بوارده ده دخل دماغي. تمام، ف هنشوف بقى مرطبات ماي واي. بصوا كده، عندي طبعا من ماي واي يعني 3 4 5، كان عندي حوالي 7، انا مش عارفه راحوا فين باقي، بس مش مشكله. يلا على السلامه. كان عندي كمان منه بجوز الهند بس خلص. كان عندي وكان عندي لون تاني برضو مش عارفه راح فين. بص انا بقى هعمل لكم سواتشات من ده عشان ده عامل زي الروج، مش عارفه في ايه بجد. بصوا كده، ده بالمانجا. ماشي انا مخلصه. بصوا انا بقى هعمل لكم سواتشات من ده عشان ده عامل زي الروج، مش عارفه في ايه بجد. بصوا كده، ده بالمانجا. ماشي انا مخلصه. شايفين عامل زي الروج كده، وريحته مانجا. يعني هو بقاله وقت عندي على فكره، بس انا بحبه يعني. حاجات يعني هو انا بحبه عشان خاطر هو عامل زي الروج، غير كده انا مش بحبه كمرطب صراحه. يعني اللي بالقرنفل بقى، بالقرنفل ده يا سلام عليه. انا كنت بصراحه مش عارفه اقول لكم ايه، انا اكتر حاجه حبيتها فيه القرنفل. ليه بقى؟ بس انا بالقرنفل ده ما بستخدموش كتير. قولي لي ليه؟ عشان انا حباه مش عايزاه يخلص. انا الحاجه اللي مش عايزاها تخلص ما بستخدمهاش كتير صراحه. تانية بصوا شكله، بصوا لونه اصلا لونه كده نود كده، يعني حلو كده فاهمين. لونه احلى اصلا في الحقيقه عن الكاميرا، فاهمين قصدي. انا اصلا حتى الميك اب اللي انا حاطاه ده بصوا يبان لكم عامل ازاي، بس والله العظيم في الحقيقه احلى بكتير. وظال ظالمني جدا في ان انا في شغل ايدي، انا شغل ايدي حلو الحمد لله، فظالمني جدا. المهم ده بقى ايه بالكراميل، حلو قوي. بس اورنج بقى، اورنج برضو قريب من الايه بالمانجا كده. انا مش بحبه قوي يعني، انا حابه ريحته بس مش بحبه، مش بحب اللون بتاعه فاهمين قصدي. بس ريحته تحفه. والمانجا بقى مش طايقاه مش عارفه ليه يعني. بصوا اقوى من اللي هو التاني، اقوى من اللي هو بالمانجا. المهم ف عندنا ده اللي هو بالشوكولاته. الشوكولاته انا بعمل ايه بقى عشان خاطر يبقى اللون نود. مثلا لو حبيت ان انا احط مرطب، محبش ان انا احط روج مثلا، بعمل ايه؟ بحط البني مع الاورنج وبيدوني لون نود. شايفين كده؟ بصوا كونتور يا جماعه، كونتور. ريحه الشوكولاته كده مش حلوه قوي يعني، بس يعني ما علينا. انا بدمجه مع الاورنج فبيدوني لون نود كده زي كده. ماشي ده بالفراوله. الفراوله بعد القرنفل، بس غير كده ما بقى يعني ما حبتش اهو. بس مش عامل درجه، مش عامل درجه يعني. هو ده الوحيد اللي هو تحسوه طبيعي شويه، انما التانيين تحسهم روجات، عاملينها روجات كمرطب فاهمين قصدي. وبس كده، ده كان الريفيو بتاعي. عايزين تعرفوا رايي في انهي حاجه احلى، احلى مرطب، احلى مرطب تقدري تستخدميه هو المرطب بتاع اسمه ايه دوت اماندا، ومن بعده تستخدمي اللي هي المرطبات اللي هي البنكات دي من المحلات الميك اب. بس كده، و ده كده كان نهايه الفيديو. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، ويا ريت تدعموني باشتراك.
وتدعموني باللايك عشان اللايك بيحفزني ان انا اعمل فيديوهات جديدة. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد على خير. مع السلامة.